شبابنا بعيونهم ما يشوفون إلا الأفلام والمسلسلات، وأصبحوا بأذانهم لا يسمعون إلا الأغاني والملهيات، وأصبحوا بألسنتهم لا يتكلمون إلا بالفواحش والمنكرات، وأصبحنا نبارز الله بأيدينا وأرجلنا وجوالاتنا. أسألك سؤال، أسألك سؤال وأسأل الآلاف اللي قدامي، دليل بسيط بس، جوالك هذا اللي بيدك، جوالك هذا اللي أعطك إياه الله عز وجل في شريحة وفي اتصالات وفي رقم سري، ما حد يدري أنت مخزن رقم من، ما حد يدري إيش الروابط، إيش الصور، إيش المقاطع، إيش اللي جوت هذا الجوال إلا الله. أسألك بالله سؤال، جوالك يخدم الإسلام أم يهدم الإسلام؟